السادة الأعضاء في الكتيب العام، أيها الحضور الكريم، سيد الرئيس عرف الجدال قانوني اللي هو صحي، كنقول ما هي صحي، باش أننا نخلوا من البؤرة ديال أننا نخلق واحد التشنج ما بيننا وبين الإدارة وبين السلطة الوصية وبين الموظفين، خصنا نخرجوا من هذا العام. ما لعمر لعمر وما لزيد لزيد. القانون واضح. سيد المحترم كيطالب بالمحاضر، ماشي المحاضر موجودة وتسلم له. كذلك أننا كنستنكر ونقولها الآن كفريق أنكم تهينوا المستشار ديالنا ملي كيجي عندكم المكتب ديالو ما كتستقبلوش. وهذا غنسجلو ويتسجل في المحضر لأنه عيب وعار أنه يجي واحد عضو محترم يبغي يشوف السيدة الرئيسة وكيتمنع من الدخول للمكتب ديالها. النقطة باش نقول المسائل ديالنا قانونية، المادة 42 من القانون، المادة 42 من القانون التنظيمي. ما حكوميش وتاخذ سيدة سكرتير المجلس، هذا كنحتارمك وما يكونش ما تقولش أنا أنا مش هضرة تسمح لي بلاتي بلاتي ما تولي لا غير بالنسبة لا ما غنتوجه معاك والو غير بالنسبة للمحاضر أنا كنتحمل مسؤولية أي عضو بغى محضر يتصل بيا لا ما عنديش نطلب بيك أنا رئيسها أنا رئيس ديالي حكينا إدارة لا اسمح لي إدارة يا رئيس أنت لا رئيس اسمح لي ربي اتصل بيك كيقول لك هو أنت سكرتير بالنسبة للمحاضر ما كتفرقش في البداية ديالها كاين بعض منكم اللي فقد التبريكات كي ما كانش التواصل معاه في هذه المناسبات نجدد التبريكات فيما يتعلق بالتدخل ديال السي الرئيسي على الرغم من صوابياته والجديه ديالو القانونيه هذه ملاحظات الملاحظه الاولى انه خارج دول الاعمال هذه دوره استثنائيه الأمر يتعلق بالنقطة على درجة جدول الأعمال وكان ممكن أنها تصفى خارج المسالك الإدارية تطرح نقاشات قلت الجدية ديالها لأنه من حقها أنه يطالب بالمحاضر كتابة لها وهو تأكد بأنه قدم المحضر الطلب ديالو كتابة كان من الأفضل أنه يلقى الجواب حتى إذا ما كانش طلب كتابة تلقى عليه الجواب المحاضر تنشر وتعلق ممكن الاطلاع عليها لكن فاش تلجأ للمسطرة الكتابية تيخصو جواب كتابي هذا بالنسبة للمحاضر اللي ما تنزكيش وهو أن المطالبة ديال المحاضر اليوم وإلا تبقى الامور معلقه هذه ما مقبولاش من الناحيه النظاميه ديال تدبير الدورات المحضر ممكن تعبر عليه وتسجل في المحضر ديال هذا الاجتماع هذا وتبقى عندك الحريه انك تلجا للقضاء حاله عدم استجابه بالنسبه النقطة واخا انها غير متعلقة بجدول الاعمال بالنسبة للنقطة المتعلقة بالتكوين الايجابي كاين حكم قضائي هنا غادي نجاوب على السي الغريسي وعلى السي بومي مادام كاين حكم قضائي اوجب انه ينفذ الوصاية السلطة الإقليمية رسمت رسلته بأنه يمتثل لتطبيق الحكم القضائي، حنا تنعرفوا الأحكام ديال الاستئناف هي أحكام باتة، خاصها تنفع، ما تتوقفش، لرئاسة المجلس، المجلس تصور آخر فيما يتعلق بالسريان النفاذ ديال الأحكام، يقول لك خاص الصيغه التنفيذيه والحكم امام النقد وما الى ذلك هنا السلطه الاقليميه اوتوماتيكمون ما يمكنش تمشي للعزل تعرفوا بان العزل تيدخل في السلطه التقديريه ديال سلطه الوصايه باش نكون واضحين في النقاط اللي تنطرح
فقط شخص السيد العامل هو من له الحق في تحريك مسطرة الحزب. النصوص واضحة. إذا مشى الملف للقضاء، إذا كان عنده رأي آخر فللقاضي آنذاك السلطة أيضا أنه يقرر ما تبدله القانون. لا باش نخرجوا من هذا النقاش ونبقاو في اطار جدول الاعمال. انا تنطلب من السيده الرئيسه ان جميع ما ورد على لسان الاخوه يسجل في المحضر، وماشي غير يسجل، تعطى الاولويه والعنايه لاجل استجابه الطلبات اللي هي معقوله قانونيا لرأب هذا الصرع وتفادي تكرار هذه المسائل كل ما انطلقت اشغال ديال دوره معينه. هادشي اللي عندي فيما يتعلق بهذا النقاط، وانا جد مستعد باش نتدخل، ولاني راه التواجد ديال السلطه هنايا راه من اجل الحفاظ على النظام ديال الجلسه والجواب على المسائل التي تتعلق بالاختصاصات ديالها او لا تنوير المجلس في نقاط اللي عندها درايه فيها وما الى ذلك. اما باش نكون مطرف في نقاشات شخصيه او سياسيه، السلطه الاقليميه يعني تنأى عن ذلك. الهدف ديالنا هو المصلحه العامه ديال الاقليم، والنقاش راه حر، الديمقراطيه المحليه هي هذه. راه ما يمكنش اي حاجه غتجي وغادي نمروها بالتصفيق ولا مثلا مزيان يكون الراي والراي المخالف. المهم هو اننا نستافدوا من الملاحظات اللي تنديروا لبعضنا، هذا هو اللي نطلب. وانا تنترجى الاخوان اننا نكونوا ايجابيين ونتوجهوا للامام في النقاط اللي مجرد ما تنسجلوا الاعتراضات ديالنا او النقاط ديالنا ندوزوا لجهه اخرى نقاط اخرى ونحاولوا نحققوا النفع من التدخلات ديالنا. شكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.